أما في السوق الكويتية فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 1.36% عند مستوى 7269 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 44 مليون دينار. وجاء سهم شركة عقارات الكويت في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.10% ليغلق عند 0.16 دينار. تلا سهم الكويتية للاستثمار بنسبة 5% ليغلق عند 0.12 دينار. تلا أيضا سهم الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.37 ليغلق عند 0.19 دينار. بينما تصدر سهم هيومن سوفت القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 2% ليغلق عند 3.11 دنانير.